بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب الجميع يكون بخير ودايما يا رب ألقاكم في سعادة. بذكركم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان البث المباشر يوصل للجميع بإذن الرحمن. النهاردة الرمز هو الشعر المستعار أو الباروكة. لما أشوف إني بلبس شعر مستعار أو الباروكة على راسي، ده رمز لإيه؟ ده رمز لإني هتحمل مسؤوليات فوق طاقتي، لكن المسؤوليات دي مش هتكون يعني حاجة سعيدة بالنسبة لي، أو إني هتكون مثلا ارتباط، أو إني هيكون عندي ذرية متحملة مسؤوليتها. لأ، المسؤولية هنا بتكون يعني مسؤولية هتتسبب ليا في هموم ومشاكل. فالباروكة أو الشعر المستعار ده رمز لتحمل مسؤولية فوق طاقة الشخص، لكن هتتسبب لي في تعب نفسي وهتتسبب لي في هم وفي يعني كرب، فرمزها مش رمز طيب. طيب لما أشوف امرأة أمامي لابسة باروكة، أو شفت أختي أو أي حد من اللي حواليا لابس باروكة، ده رمز لإيه؟ طالما أن أنا اللي شفته، ده رمز لإن الشخص ده مقصر في الناحية الدينية. الشعر المستعار هنا ده رمز لإنه الشخص ده من الناحية الدينية مش شخص طيب، أيا كان بقى هو بيظهر لي إيه، حتى إن كان رجل وأنا بصلي استخارة على الارتباط بيه أو الكلام ده كله وشفته بالمنظر ده، فهنا الرمز مش طيب. هنا الرمز إنه ربما إن الشخص ده بيظهر لي إنه على خير، لكن هو من الناحية الدينية يعني مقصر جدا. فالباروكة عامة مش رمز طيب، يعني للعلم للجميع هي مش رمز يعني في صفات طيبة ولا أي شيء. أسأل الله أنه دايما تشوف الرؤية الصالحة بإذن الرحمن وتلقوها بإذن الله. أترككم في رعاية وحفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.